خير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. واليوم ان شاء الله راح نعمل طريقة عمل الصابون السريع للبشرة من اللبان الذكر، طبعا على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية. عملنا صابون مع فيتامين اي، بس عملناه كريمي، طلعوا كريمي. عملتها هذه، هاي عملتها مع هاي، مالكم دخل فيها الصبغة، انا حطيت عشان اميزهم عن بعض. هذه سويتها حبايبي بالفيتامين، انا عندي ابر على شكل فيتامينات للبشرة، توضع موضعية يعني للبشرة. فانا شو سويت؟ خلطتها مع اللبان الذكر الصابونة. طريقة هاي الصابونة موجودة على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية. سويت كمان حبايبي هذه، طبعا هاي سويتها شوي اخف، هذه سويتها من جل الالوفيرا وفيتامين اي، طريقة ولا اروع للبشرة حبايبي، كتير حلوة. اما هذه فانا سويتها حبايبي طريقة رائعة جدا، عملتها من اللبان الذكر وسودة الخبز. كل ذول هذه بتبيض وبتزيل التجاعيد حول العين، حول التوم، بين الحاجبين، البشرة، بالمناطق الحساسة، بترطب، بتغذي، بتقشر الجلد. نفس الاشي هذا حبايبي مع فيتامين وكولاجين، رائع جدا، مغذية للبشرة، ممكن يوميا تغسلين فيها انت وزوجك وبنتك، ممكن، رائع جدا، بتغذي بترطب. هذه حبايبي تغذية عميقة للبشرة، رائعة جدا جدا. اما هذا حبايبي فهي مرطبة، طبة رائعة جدا، بالنسبة خاصة للخوات اللي بشرتهم كتير جافة، لأن حطينا معاها جل الألوفيرا، كثير حلوة وسهلة وبسيطة. وكل ذول عملناهم من صابونة واحدة، ما عليك إلا تاخذين قليل هيك من عندها، ما راح تجمد، وتغسلين فيها وجهك مثل الكريم. هيك أنا ميزتهم بالألوان اللي حطيتها عشان أعرفهم، وأنا حطتهم بالحمام. ممكن هذه أخلي ابني كمان يستعملها، لأن عنده حبوب ببشرته كمان ممكن يستعملها. أما هذه ممكن استعملها أنا وزوجي، لأنها تغذية عميقة كمان للبشرة وتزيل التجاعيد. كمان على فكرة سودة الخبز بتزيل التجاعيد والإسمرار اللي بالبشرة، هذه كمان حبايبي كمان بتزيل التجاعيد وبتغذي البشرة، وبنفس الوقت حبايبي تعطي رطوبة للبشرة كثير حلوة، وتعالج حبايبي الإسمرار من البشرة. طريقة سهلة ولا أروع منها. كل هذا حبايبي راح تلقوه على قناتي مملكة الفنون اليدوية، ثلاث صابونات ولا أروع منها، مليئة بالكولاجين، بالتغذية، بالرطوبة، بإزالة التجاعيد، تنظيف البشرة من الندوب، من الحفر اللي بالوجه، ولا أروع منها. عملناها من اللبان الذكر. طبعا هسه بالنسبة للخوات اللي ما عندها وقت تعمل كل هذا، شو راح اسوي؟ راح تاخذين نصف او ربع حبه صابونه، نصف او ربع حبه صابونه. طبعا شو راح تعملي لها؟ نصف او حبه، نصف او ربع حبه صابون، وزي ما انتم شايفين انا هون بس برشتها، برشتها. ممكن حبيبتي راح تضيفين معاها شغلة كلش بسيطة، راح تستعملين الصابونة اللي انت متعودة تستعمليها، يعني انت الصابونة المفضلة عندك، شو هي الصابونة المفضلة عندك ممكن تستعمليها؟ اكيد راح انسأل لا حول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن حبايبي راح كثير حيسألوني، يصير صابون الغار، يصير صابون الرقي بالعراق، يصير صابون زيت الزيتون، يصير صابون دوف، يصير صابون الجلسرين، أي صابون عندك ممكن تستعمليه، يعني أنت حابة تستعمليه البشرتك ممكن تستعمليه. طبعا احنا سبق قبل فترة ان شاء الله جبت انا هون، ايوه هي جنبي، سويت
كمان معاكم مع الشوفان. شو كانت هذه الطريقة؟ هذه كانت الطريقة كمان حبايبي مع الشوفان. ما عليك، وأنا هيني مخلصتها. شو سويتها أنا؟ أخذت هاي الشوفان، أخذت شوفان والصابون برشته كثير ناعم. أخذنا شوفان، أخذنا مثلا خلينا نقول ملعقة أكل من مطحون الشوفان، ملعقة أكل من مطحون الشوفان. تاخذين الشوفان وتطحني ملعقة أكل من الشوفان، اطحني، وممكن تخليني شوية حبيبات. أنا بحب شوية أخلي مثل الحبيبات عشان شو بيقشر البشرة عندي. أخذت معاه حبايبي كيس من الشاي الأخضر، لأن ما عندي الفل، عندي الأكياس، خليت معاه كيس أو كيسين من الشاي الأخضر. وسويت معاه تقريبا نصف حبة او النصف حبة صابونة دوف. كل هذا خلطته مع بعض، طيب، وخليته بعلبة واستعملته للبشرة. هون وانتي تستعمليه لك حرية الاختيار، اما تاخذين هيك قليل من عنده، لا، يعني هاي الكمية اللي انتي تغسلين فيها وجهك، نقول هذه، وتضيفين عليها مي وتبلشين هيك 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 لحد ما كل المواد الجافة بتصير سائلة مثل الكريمة. وشو بتسوي؟ تبلشين تغسلين في وجهك. غسلتي وجهك فيه تماما، سيبيه على وجهك. لما تغسلين سيبيه هو مرطب على وجهك. غسلي اسنانك كلها، بلشي غسلي بالاسنان وهو بوجهك، بعدها غسلي بشرتك، يعني عشان يظل فتره بوجهك. انت شو بتسوين؟ غسلي بلشي بالاسنان تبعاتك وسيبيه على بشرتك 5 دقائق 7 دقائق وزيلي من البشره تبعتك. ممكن هاي الطريقه تستعمليها صباحا ومساء. طريقة سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. أما هون حبايبي فأنا بدنا نستعمل الصابونة اللبان الذكر، يعني تقريبا هيك مفعولها، بس بطريقة سهلة وما حابة أسوي كل هذا أنا. بس أنا دائما أحب الكريمي لأن أضيف لكثير شغلات أكثر، بتكون هيك أحبها أكثر، بتكون كلها متجانسة مع بعض. راح تاخذين ربع حبة صابونة، أنا هون ربع حبة صابونة، مو صابونة كاملة، ربع حبة. راح آخذ حبايبي اللبان الذكر المطحون، لبان الذكر المطحون، راح أضيف ملعقة وسط. أنا هون صاير هو اللبان الذكر شايفيه مثل هيك، يعني مثل بتظنوه جامد، بس هو مو جامد، بس تجين طلعوا هيك بيها، لأنه هو مادة صمغية فيمسك مع بعض. ملعقة وسط وممكن أكثر، أنا بحب أضيفه أكثر. طيب ملعقة وسط وممكن أكثر، يعني ما في أي مشكلة إذا ضفتي أكثر من اللبان الذكر. راح نخلط مطحون لازم والصابون مبروش، الصابون مبروش واللبان الذكر مطحون، عشان هون تعرفين كيف تشتغلين فيه. كل هيك مع بعض. طبعا هون احنا قلنا ممكن انتي حبيبتي حابة تستعملي مثلا مع السودة، خلينا نقول مع السودة، شو بتسوين؟ ما عليكي الا تاخذين ملعقة صغيرة من سودة الخبز، كمان ملعقة صغيرة من سودة الخبز. وراح كمان حبايبي نخلط الملعقة الصغيرة السودة مع اللبان الذكر مع الصابون وكل هذا مع بعض. شو بتسوين عزيزتي وانتي يعني الصبح تحتفظين فيه بعلبة، علبة كيف ما انتي عندك، اي علبة عندك احتفظي فيه. شو بتسوين؟ يوميا الصبح تاخذين منه الكمية المناسبة هيك، وتضيفين عليه. حابة تضيفين مثلا الجل الألوفيرا، ضيفي الجل الألوفيرا وبلشي هيك هيك وشوية مي، وخليه لحد ما يصير سائل صابون عادي، وغسلي في وجهك، غسلي الوجه تبعتك بالكامل. ما حابة مثلا نقول بالسودة، ممكن تسويها بالمي كمان، تاخذين قليل من الصابون وبالمي تحاولين تسويه يبرد بإيدك، بس برا ممكن تضيفين قليل من فيتامين اي فوق ايدك هيك على ايدك، والصابونه انت بسويتها مثل الكريمه بالمي، ضيفي قطرتين من الفيتامين اي وسويها على بشرتك. ممكن حبايبي قليل من جوز الهند كمان اذا حابه.
اما انا شو راح اسوي؟ راح احط كمان ماده بتقشر لي كمان بنفس الوقت وتعطيني شو نقول، كيف انا هون حطيت فيتامين، فيتامين الابر الفيتامين، انا هون راح اضيف اشي يقوي. هنا حطيت ابر الكولاجين مع هاي الصابونه، انا هحط اشي طبيعي يقوي ماده الكولاجين اللي باللبان الذكر. راح اضيف ملعقة كبيرة من القهوة، القهوة مليئة بالكولاجين حبايبي، مليئة بالكولاجين. وراح اخلطه كمان، حاطة انا شو حاطة البيكربونات وما راح يأثر نهائي. هذه هي طلعوا، وراح اخليه كمان بعلبة عندي بالحمام، ويوميا الصبح نقدر صباحا ومساء استعمله على بشرتي. طريقة سهلة وبسيطة وتنور الوجه مثل البدر، طريقة عمل الصابون بلبان الذكر بأبسط صورة. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى منكم انكم تخلونا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.